الرحمن الرحيم. المشاريع الكبرى تحتاج دائما إلى أناس يؤمنون بها أشد الإيمان، بل إن ذلك هو سر نجاحها. والمشاريع الكبرى في العصر الحديث هي الثورات، ثورات الشعوب على مستعبديها ومذليها وسارقي أرزاقها وقاتلي أبنائها. هذا الحدث العظيم الذي هز عروش الطغيان والاستبداد، فإذا ما وجدت هذه المشاريع أو الثورات، أناس يؤمنون بها شد الإيمان ولا يرضون عنها بديلا ولا يرضون عنها تحويلا، فحتما سيكتب لهم النجاح أو سيكتب لها النجاح وسيصعب كسرها وتطويعها. وهؤلاء القادة الذين يقودون الثورات أو الذين كتب لهم القدر أن يكونوا من قياداتها، لا شك أنهم سيبقون نجوما تتلألأ في سماء الحرية ويشار إليهم بالبنان ويصبحون عنوانا للرجولة والبطولة. هكذا الأحداث العظيمة أصحابها دائما عظام مثلها تماما. وكم من مغمور مطموس لا يعرف أحد ولا يؤبه له، أصبح بعد هذه الأحداث العظام رمزا من الرموز ومعلما من المعالم في الحرية والعزة، حيث وجدت نفوسهم ضالتها في هذه الثورات صاحبة المبادئ والقيم، فتاقت نفوسهم للبذل والعطاء وكشفت عن معدنها الحقيقي وأخرجت سرا من أسرارها التي طالما كتمته واحتفظت به لذاتها، فكانوا بحق عمالقة رجولة وشهامة ونظافة يد وطهر قلب. وكأن بهم لا يريدون أن ينكشف سرهم، فآثروا الرحيل وقدموا أرواحهم رخيصة في سبيل ما آمنوا به، فكان لهم ما أرادوا وما انطوت عليه نفوسهم لسنوات، وكانوا يرددون بصوت واحد: فوق خير، لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلنا في الشرق وأهلنا في الغرب وأهلنا في الجنوب، نرحب بكم في برنامجكم إشراقة وطن. نقول لكم أهلا وسهلا وعلى بركة الله. نبدأ الحلقة، وحلقتنا كالمعتاد نبدوها بالرسائل. وحقيقة رسائلنا اليوم زي ما تقول سبقنا به الحدث، الحدث فرض نفسه، فحنخش في الحلقة على طول. نحن وحلقتنا نبدوها بالمظاهرات، بالمظاهرات في مدينة بنغازي. ولا تسعة أربعة من أنا خطام الدقيقة مظاهرة على المعيشة وعلى الحياة السوداء اللي شايفينها نحن بوضع البلاد، البلاد ملهوفة، البلاد مصروفة، راحت أنا نخدم على السيارة جيت بوضعك باللي جابتك يعطيه لك عشان بنخدم. ثلاثة أرباع بنغازي كلها معطينا الأمان، شارع هذا بداب الكرامة هي خربت خربت، خليها تخرب. الوضع راهو سرقونا، ما عادش خلونا ناكلوا، عاش خلونا حتى نحصلوا فلوس من المصرف، عاد في بنزينة، عاد في نافتة، عاد في كهرباء، حتى نحن مع تدمنا ما عادش فيها، تدمنا، مليون وواحد ما عندناش فيه، تدمنا احنا ما عادش عندنا، عدينا نقاتلوا في طرابلس، قاتلنا في بنغازي، نروحوا من المحاور نخدموا على السيارة، عندنا مليون وواحد ناس، ناس نسحبوا مليارات ونسحبوا بالفلوس، نحن حتى المرتب مش طاقين فيه في المصرف. مرتب ومرتب مش طاقين فيه، ده حتى حق سكر ما عادش طاقين فيه، ده مش مرتب، سكر 5 جنيه ولا حكيت زيت 5 جنيه ما عادش طاقين فيها، توين الفلوس؟
خير نواجد احنا وين وين الفلوس وين وين خير واجد وين الفلوس راح الفلوس بحر رجون المرتب مع السما يساعد معش طقينا فيه مرتب انا احنا هاللي كرامه حتى ام حياه سالم عفريت قاعده تدور عليه مصرف لكن طالعين على السراقه طالعين على شركة العامة الكهرباء طالعين على السراقين بتاعين الصحة على السراقين بتاعين التعليم على السراقين بتاعين شركة الخليج كلم علي بعضه فدينا نحن فدينا بنغازي فدى وراو بد تاع سلاحه راه ما عادش تنفع راه الله يرحم الرجاله من بين طلعنا منها حيين احنا الكرامه الله يرحم الرجاله وما زلنا نمر ركبه ونص بق بق روحوا ماناش مروحين قاعدين انا متضايقين انا متضايقين حتى حق الخبز انا وحلت فيه عندي خمس عيال حق الخبز وحلت في امي حلت فيه قدرت نجيب العوش لا في سيوله لا في فلوس لا في مرتب لا في خدمه على السياره حتى على السياره حتى خدمه على السياره ما شي خدمه تنخطم في شارع الجلاء نخطم في شارع الجلاء ونخطم في شارع جمال تنقام كلهم ياخذ مع السيارة الشعب كله ياخذ مع السيارة تميت نستاذ المشهد اللي شفتوه هذا مشهد طبيعي جدا ليش مشهد طبيعي جدا لأن الظروف غير طبيعية اللي موجودة في المنطقة الشرقية وربما هذا الإنسان اللي قاعد يتكلم بهذا الشكل ربما كان مقتنع بالكلام متاع العسكر وكان مقتنع أن بنغازي فيها إرهاب وأن سبب خراب البلاد هو الإرهاب اللي مثلوه الثوار وأن فبراير هي اللي جابت النكد وجابت كذا وكذا ونحن حال غاية نطهروا البلاد على قولهم ونحروها ونستفيدوا من ثرواتها ونستفيدوا من المدينة ونستفيدوا كذا يعني بالعربي أنا نقول فيها من قبل أن الناس كلت خزوق يعني الناس كلت خزوق لكن خزوق مش سهل خزوق يعني يدفعوا فيه ثمن كبير بكل سواء كان من مدينتهم سواء كان من أبنائهم سواء كان من أرزاقهم لكن توا تقدر تقول فاض بهم الكيل الناس وطبعا الملاحظ في المظاهرات هذينا ملاحظ شنو الملاحظ ان اساسهن الاساس بتاعهن هو اساس مظبوط يعني فعلا الناس طالعه متضايقه خلاص ما عاش فيه لا قدامها لا وراها نفس الكلام اللي يقول فيه الراجل لكن طبعا العسكر او الانظمه الاستبداديه ولا الدكتاتوريه ولا كذا هذه طبعا عندها خطط اي وبي وسي وكذا وماشيه فلما شافوا المظاهرات هذين بيفقدن السيطرة أو بيفقدوا هم السيطرة عليها نزلوا العملاء بتاعهم ونزلوا البلطجية بتاعهم وعلى أساس يغيروا الهتافات وكذا وكلام كيف هذا ولو ركزتوا على الفيديو أو الفيديوهات لخات حتلاقوا شنو إنما يطالبوا بإسقاط البرلمان وإسقاط الثنين لكن العسكر لا بل في من الهتاف ان يبو حفتر يكون هو المنقذ هذا طبعا الكلام راهو كذب الكلام هذا من اتباعهم هم اللي اعطوهم الاموال واللي قلبين رؤوسهم هم اللي يقولوا في الهتافات هذين وكذا لكن راه في حقيقه الامر راهو الناس واكله بعضها وظروفهم يعلم بها المولى سبحانه وتعالى ما نبوش نقولوا عد عقوبة بعقوبة المهم توا إن نحن نتخلصوا من الأنظمة الاستبدادية نتخلصوا من القتلة والمجرمين ندخلوا المجرمين والقتلة للسجون ويتحاكموا وبعدين لكل حادث حديث لكن يبقى أنه هو مؤشر ومؤشر خطير وأنا في رأيي أن يعني مؤشر صادق وأن الناس فعلاً وصل الكلام وصل في اللحم الحي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حالنا توا واحدة من اللي مطلع الناس بهذا الشكل تو نوروكم واحد
ما يؤمن بهذا الكلام اصلا، وهو طبعا الاعلام متاعهم. تفضلوا. ولازم ناكد لكم ان بغض النظر على سبتمبر وعلى فبراير، ان احنا الجيش هذا فيه من الاثنين، والجيش هذا فيه من جماعة سبتمبر كثير من القادة، يعني كثير، يعني اللي انت تقول هذا محسوبين مثلا عن نظام السابق، زي مثلا حسن الزادمة، زي اللواء مبروك سحبان، زي اسماء كثيرة، وفيه من اللي حتى من 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 في من داخل القيادة العامة، وفيه ناس في الأمن، وفيه ناس في الأجهزة الأمنية، وفيه كثير، وفيه اللي متطرف. أي نعم، وزي ما قلت مدري ان نحن بس نأمنوا بلادنا بهذا الجيش، وبعدين نقمعزوا على صندوق، والله على ديسا، والله على كذا، والله في سقيفة بني ساعدة، والله في أي كذا. مش وقت على الإطلاق، مش وقت على الإطلاق، خاصة الناس عايشة هذه الفوضى، هذه الجائحة، أزمات الأكل، أزمات الوقود، أزمات يعني أزمة كبيرة جدا، وتجي أنت تقعد في هذا الموضوع. فبالتالي رجاء، وخاصة نحن في هذه الأزمة، والله نحن نوصوا ونقولوا، واللي على الله معيو الهم على كيفك، انت بعدين تبي تكتب تبي تدير، هذه قضيتك انت، بس وجب ان احنا نتحدث في هذا، ولازم. هذا هو الراي نتاع العسكر نتاع الانظمه الاستبداديه، ما يتحملوش اي شيء، يعني حريه الراي وتبادل الراي مكتومه الحكايه عندهم، ما فيش بالكلا وطلق بالعياط. قال رد بالك من تقولوا لنا هكي ولا هكي ولا حريه راي ولا لا، ما فيش كلام هذا. لذلك الناس تحقوا فيهم، خدت بهم على قول الراجل، وطلعوا في الشوارع. وأنا في رأيي ما يصح إلا الصحيح، صحيح تطول شوية، صحيح ندفعوا ثمن زيادة، لكن بإذن الله تعالى، وخاصة نحن ديما نقولوا فيها إن في دماء طاهرة في هذا الطريق، في ناس مشايخ وعلماء، ناس حفظت قرآن، ناس مخلصين لهذا الوطن، ناس كانوا صادقين في هذه الثورة. الله سبحانه وتعالى مش حيضيع دماءهم وضماء بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى ما يكون إلا خير. توا نحن خلوه العمرون شوية. في حدث صار أمس وأول أمس تقدر تقول، وهو تعيين أو تكليف من المجلس الرئاسي، من فايز السراج بروحه، مكلفين واحد اسمه محمد عمار ربعيو. اول مره بس خلوني نشوفوا الفيديو هذا وتورد نحكي لكم عليه. الرجل هذا بالضبط، هاي اعطوني الفيديو تاعي. هو الاستاذ المهندس المحترم فايز مصطفى السراج، هو مأزوم في ذاته وعنصر تأزيم في كل شيء، ولا عنده منطق سياسي، ولا عنده رؤيه سياسيه، ولا عنده مستشارين. هو الاستاذ المهندس المحترم. تو هذا جزء من ال شو بنقوله، جزء من السي في بتاعه، جزء من العقلية بتاعته، نازل في السراج كويس، لا عنده مشروع قال، ولا عنده رؤية، ولا هو فعلا هذه صدق فيها، ما عندهش مشروع ولا عنده رؤية، بدليل ان عينك انت، يبقى يقينا ما عندهش مشروع، او عنده مشروع مغاير لثورة فبراير، عنده مشروع أو رؤية مغايرة لثورة فبراير، أو ما عندش أي مشروع، بدليل أن عينك أنت كويس. هذا الرجل من أزلام النظام السابق، من الجماهيرية، من النظام الجماهيري. هذا رجل كان في اللجان الثورية، القتلة المجرمين السفاحين، محاربي الشعوب، صاحبي الاستبداد، من عناصر معمر ومن قيادات معمر. نتفاجأ بالسيد السراج يكلف هذا الرجل حقيقة، يعني موضوع أن نقولك ناخذ فيه حلقتين وثلاثة باش نحكي. أولا يا سيد سراج، على أي أساس يكلف هذا الرجل؟ يا سيد سراج، إن كانك أنت تظن نفسك أنك تتكلم باسم فبراير وبثورة فبراير، هذا الرجل محارب لثورة فبراير، هذا الرجل كاره لثورة فبراير، هذا الرجل ما يؤمن به وما هو تربى عليه في مدرسة القذافي وفي منهج القذافي، لا يؤمن بشيء اسمه ديمقراطية،
لا يؤمن بشيء اسمه حرية رأي، لا يؤمن بشيء اسمه انتخابات وصناديق وكذا وكذا، كلام كفضة لا يؤمن به على الإطلاق. لذلك يعني غريب تعيينته وردته من جديد، ما غريبة جدا. الأمر الآخر، في حقيقة الأمر يا سيد سراج، هذا عدو لك أصلا، عدو لك يحارب في الشيء اللي انت قاعد فيه، حارب بدليل تأييده لحفتر. ونقرأ لكم البوستات بتاعته شنو يقول لما جاء الجيش بتاعهم على كلامهم ويبي يدخل طرابلس، شن قال عليه وكن شن أيدها وكذا 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 بكيف هذا. تو هاي أعطونا الفيديو الآخر، تو خلونا نشوفوه الرجل. أقول أنني بداية أهني القائد والشعب الليبي وكل من يعنيه أمرنا بالمناسبة العيد الأربعين للثورة، ولا أعتبرها، وهذه وجهة نظر أرجو اعتبارها وجهة نظر خاصة بي ككاتب ومحلل وصحفي، لا أعتبرها الذكرى الأربعين لوصول العقيد القذافي للسلطة، لكنني أعتبرها العيد الأربعين لحدوث ثورة في ليبيا في سنة 69. ماذا كانت ليبيا قبل الثورة بشرا وكيانا وأرضا؟ حدث متغير تاريخي كبير لا شك، يعني كون وجود القائد في موقعه الذي تغير من رئيس مجلس قيادة الثورة إلى قائد ثورة دون صفة بروتوكولية ونتيجة إعلان قيام سلطة الشعب سنة 77، هذا قدر جيد لليبيا أن لا تدخل في دوامة الانقلابات ولا المتغيرات الخطيرة، واستقرت البلد. والرجل رعاه الله في المقام الأول، لأنه تعرض لكثير من المؤامرات، محاولات القتل، محاولات حلول المحلة في ليبيا، ولا أدري محاولات كثيرة لم نسمعها. يعني الله سبحانه وتعالى حفظ هذا الرجل وحفظ ليبيا استقرارها. ما يعتبره عاشور الأستاذ عاشور نجاحا باهر للقائد، أنا أعتبره نجاح باهر ليس في الإمساك كما يقول من غير السلطة، بل في الحفاظ على هذا البلد ونقله من مرحلة إلى مرحلة، والاستقرار الذي حدث فيه والتنمية والتقدم. إيش رأيكم لما هذا يكلف وزير إعلام؟ حقيقة متناقضات. يعني الغناوة أو القصة متاع والله مفروض نحن نتنازل لبعضنا، البلاد نبوها تستقر، أصلا هذا مش مؤمن بيك هو. كيف تبي تستقر البلاد في وجود هذا؟ ما هوش مؤمن بيك، ولا مؤمن بمشروعك، ولا مؤمن بالثورة، ولا هو مؤمن إن هو يوما ما أخطأ في حق البلاد ودمر وخرب. لا لا لا، بالعكس، هو راجل تشوفوا فيه، هذا هو محتواه وهذه عقليته. وكيف يؤمن بالقذافي وبأفكار القذافي وبالقائد العظيم وكذا، تجي أنت تحطه على رأس الإعلام في ليبيا؟ الأمر الآخر، أول سلاح حاربوا به الثورات العربية في الدول العربية هو الإعلام. أول سلاح شوهوا به ثورتنا، شوروا به ثوارنا، شوهوا به خطواتنا كلها، اتهمونا بكل نقيصة، افتروا علينا كله عن طريق الإعلام. فأنت كيف تجيب واحد في الأصل عدو لك، مش مؤمن بالمشروع متاعك، بل بالعكس لو كان يحصل فرصة فيك والله أول من يقتلك وأول من يحبسك، بل أيضا يرى أن هذه الثورة المباركة، ثورة فبراير، يراها نكبة، يراها مصيبة. فكيف أنت تبي تجيب واحد تحطه وزير إعلام؟ بصراحة رأي وتناقضات كبيرة بك. الأمر الآخر، تعيين مثل هذه النوعية ومثل هذا الفكر وهذه العقلية حقيقة يعتبر استهانة. استهانة بدماء أبنائنا، استهانة بتضحياتنا، استهانة بثورتنا، تكذيب لثورتنا، إلغاء لثورتنا. يعني لما تحط وزير بهذه المواصفات على مؤسسة كيف الإعلام، مانيش عارف أنت كيف تفكر بصراحة، ولا شو اللي ناويه. وعلامة استفهام للأمانة، والله ما نجملوكم ولا نكذب عليكم، حطك لبعي وزير للإعلام علامة استفهام في عقلك، علامة استفهام في ادعائك للثورة، علامة استفهام كبيرة بصراحة. كيف انت تجيب واحد محارب لنا، مبغض لثورة فبراير، وتحطه وزير اعلام؟ شو بيجيب لنا؟ يجيب لنا ابوك وهو يتكلم، ولا وسام، ولا
ولا الرايه بتاعنا ولا ثورتنا ولا القيم ولا المبادئ ولا الانتخابات ولا شيء بيجيب لنا. الله ما بيجيب لك الا العهد اللي عنده فيه الذكريات الجميله هذا. بصراحه امر التكليف هذا انا في رايي لابد من الثوار، لابد من النخبه، لابد من السياسيين، لابد لكل من دفع ثمن في ثوره فبراير وكل من امن في ثوره فبراير ان يكون له موقف ضد هذا القرار وضد هذا التكليف ولو بالقوة. لازم هذا القرار لا يمشي لا ينفذ على الإطلاق، هيك مفروض أن توصل بهذا الشكل. تفضلوا يا شباب. قيلة تحاك في بنغازي وتحاك هنا عندكم حتى في بين كمان في طبرق، والمؤامرة راهي لإقالة عقيلة، وإقالة عقيلة هي طيحة هالبيت عليكم والله. والله والله عقيلة اللي يحول خليفة حفتر أول واحد يجي بعد عقيلة يحول، اللي عنده واحد جاي ضد إرادة الشعب ما نقولوش خليفة والله نقولوا إرادتنا نحن نريدوهم. والله ما عمري خشيت في مربوعة وقدر واحد يطلق كلمة ضدهم، يا أما خوف والله معاهم، واللي خاف عنه ما يروح. بالنسبة للي يحركوا هذه نبي نوصلها ويجب أن تظهر، وهذه راهي كان في حد يعارض خليها الخيمة تعارضني. أي واحد يطلع ضد الكرامة في أي منطقة رايون ما بالرصاص، ما دخلناش بين احنا ثوار. نحن اللي يريد يحكمني والله، يريد يقاضيني عليها الكلمة خليه يقاضيني، واللي يريد يسجني بعدين خليه يسجني. بالنسبة للأمر رماية مني نا من علي وانت حاسب عليه، نا عند الله وانت حاسب عليه عند القضاء. أي واحد يطلع ضد الكرامة بالنسبة لأمن المناطق عطي تعليمات بالرماية، وأرجو أن ما فيش قبيلة جيت حاسبني عليه واحد طلع. أنا من زمان نقول لكم، زمان يعني زمان 40-50 سنة لاورا 60 سنة، يعني يقول لك فلان والله في اليوم الفلاني قال وداروا الكلمة تجيك كاملة وحدة ناقصة وحدة كذا. لكن الآن اللي تديره صوت وصورة، صوت وصورة، يقعد عشرات السنين بل مئات السنين مرات. شفتوا هذا فيش يقول؟ شفتوا مفهوم الديمقراطية عندهم؟ أي واحد يطلع ضد الكرامة يرمى بالرصاص. ومسكين هذا والله مسكين، وتو نوروكم الفيديو اللي يوحي أنه هو مسكين فعلا يرمى بالرصاص، وننتحملها أمام الله سبحانه وتعالى وأمام القضاء. وكان في واحد بيحكمني تعال تجي حكمني. واو واو، ما عندكم جراءة على الله سبحانه وتعالى، عندكم جراءة على الله، ونسين والله نسين رب العالمين، ونسيين حاجة اسمها المنتقم، ونسيين واحد اسمه العدل هو الله سبحانه وتعالى. تو معلش عطوني الفيديو بتاع الاخر تو شوفوا الله سبحانه وتعالى في الوجود. تفضلوا. هي فيش تحكوا انتم؟ المشير حرر نفسك، حرر نفسك كيف حررت ليبيا من اللي تلاك. خلاص نحن بايعناك وصبينا معاك وقتلنا معاك، ما سلمناش العقيلة ولا سلمنا الإخوان ولا سلمنا. نحن كنا نطمح للحياة كريمة ونبو نعيش عيشة رفاهية، ما عاش نبوها، نبو الأمن يا ناس. اللي يحكي تحبسوه، واللي يطلع وينبهكم شاطرين اللي غير قاعدين على الفيس وتعلقوا يا ثلب يا مش عارف شنو يا كذا يا بطل يا مش عارف. نحن ما ناش ابطال، نحن مضحك كلنا، نا وانتم يلي تعلقوا. اوعوا الارواح، اقسم بالله العلي العظيم عايش عيش الفقراء، اقسم بالله العظيم حوشي عادي حوش صفراء لما فجرت مزرعتي وبنوا القصور وبنوا الفلل ودروا الملايين، والله عايش على مرتب ونسحب في مرتبي من مصرف الوحده الابيار وابن الابيار ومعروف، وعايش من مزرعتي ومن من يدي ونزرع بروحي ونشتغل حتى مع العمال عادي، ولي الشرف. انا ما جاني منه شيء، حوشي طاح اول حوش علي اليمين ما التفت لي ولا بناه لي، بنوا قصور كلهم دروا اللي تلا كان ما يحقش فيه، ما نسميهم لب الواحد. حوشي اللي اول كرامه، حوش امي اللي كان غرفه الكرامه غرفه العمليات الكرامه طاح، وكانت ساكنة معايا أمي، كل يوم ناخذ في الربح منها. الآن أمي في تركينا وأنا في تركينا،
باش انتم تجوا تديروا المليارات وتديروا القصور وتشتروا الاراضي وتشتروا لي عليه اليمين حتى حيشان شروهن. انا حوشي بحت الهم مدين اللي حطيته على غرفه امن المناطق بنغازي، اقسم بالله بعت رزقي وامي تسمع فيا واخوتي يسمعوا فيا وجيراني يسمعوا فيا واقربائي يسمعوا فيا، ما داروا لي شيء. قبيلتي العمارنه جمعتهم كم مره ويسمعوا فيا توا، وقلت لهم عندي حق وراه الخصم انا اللي نعارك عليه ونحارب فيه، راه ما يقدرش حد يعاركه، نبيك معايا بس. وقلت انا العواقير وقلت انا العبادات وقلت انا القبائل كلها، ما نبي شيء. انا نبي نوركم، نبي نوريك كم اللي ضايع. انا قبيله العبيدات القبيله المجاهده نحترمها فردا فرد، واصحابي وكنت بيت عندهم البارح وتغديت عندهم امس وبتت غادي واليوم تغديت عندهم وجيت، انسابي وبن اخي واصحابي العبيدات. سبحانك يا رب العالمين، سبحانك. والله ما نحسبه تجي سريع الحكايه هيك بالشكل هذا، لكن هذا من عدل الله سبحانه وتعالى ومن نعم الله سبحانه وتعالى علينا إنه يكشف في هذه النماذج على طول، على وجه السرعة يكشف فيها الله سبحانه وتعالى. اللي توه كان يقول، قال اللي تكلم ضد فبراير، اللي تكلم ضد الكرامة يرمى بالرصاص. وهذا رأي مني، ونحن ثوار، من شاف ثوار يوطن هذمة. اللي يحكي ضد الكرامة ينقتل على أساس هم ثوار. بهي توه طلعت أنت يا سيد علي العمروني توه في الفيديو وتقول اللي تنتقد فيهم جماعتك، وتقول كيف اللي يحكي تحبسوه، تباهي هم يحبسوا، انت تقتل قتل يا بصاحب، انت تقتل قتل. وقلت هذا انت حاسب عليه امام الله سبحانه وتعالى، واللي بيحاسبني تعال تجي حاسبني. نحن طلعنا مضاحك، قال الله اكبر يا ربي، والله الله اكبر، طلعت مضاحك يا عوينك يا عوينا بيك، صار طلعتوا مضاحك. انتوا قاتلة مجرمين، يردكم مضاحك بس، انتوا ما هو قايلينها برواحكم. اللي يطلع ضد الكرامة يرمى بالرصاص. نحن ثوار، لا انت توا قلت نحن مضاحك، صح انتوا مضاحك لما قلتوا الكلام هذا، طلعتوا مضاحك وما كمش فاهمين فيها حاجة. وتوا عايش الفقراء وحولوك من أمك اللي تدعي لك بربح كل يومه. سبحانك يا ربي، سبحانك يا ربي المعز المذل، سبحانك يا ربي. خلاك كارس أنا وداير لحية ويرمى بالرصاص. اللي يطلع ضد الكرامة يرمى بالرصاص. لا وشنو أخرى، وما زال عن توا المشير على راسك يطير، ما زال بعد هالإذلال وما زال يذل فيهم آخرة. جنكم على الباطل، ما بني على الباطل فهو باطل، باطل. أنتم مركبين في الباطل أصلا، مين تبجيكم العزة؟ ذل تبوا تعيشوا فيه في الليل وفي النهار، وما زال يما تبوا تشوفوا. حتى الكلام على الفيس ما عاش متحملين. الله أكبر، في بعضكم هذه يرمى بالرصاصة. يصلح الله الحال إن شاء الله، يصلح الله الحال. تمام. توا عندنا الانتفاضات هذين اللي توا الأيام هذين، خلينا نشوفه مع بعضنا. لا تقول لي برلمان، لا تقول لي حيوانات، حيوانات والثورة جايتهم قريب تشيلهم كلهم على بعضهم. قريب جايتكم ثورة شايلة سراج على المشري على بشاغة على حفتر على عقيلة، كلهم كلاب كبعضهم. هذه حالة بحار مجاري. بعد يجيك واحد يقول لك غلطاني سكر الطريق، والله يقول لك أمنية. ناس عايشين في نص مجاري تو هذا قاعد يمشي فيها. مراد ويجيك عضو برلمان يصور. هذا كيف هذا بشر؟
تظل حيوان الحيوانات خير منه. والله يا مسؤولين كلكم على بعضكم في الشرق والغرب، والله جايكم يوم، اقسم بالله جايكم يوم اسود. شعب خلاص، الشعب خلاص ملوا منكم ومن وجوهكم. تبوا السراج؟ تبوا البشاغة؟ تبوا المشري؟ تبوا عقيلة؟ تبوا سني؟ تبوا حفتر؟ ما فيش حد يبوا. خرابة قاعدة وبحار مجاري، بحار وضع طبيعي جدا. الناس خلاص فدت، ما نبوش نقولوا من اللي غلطان ومن اللي كذا، هذه خلوها التاريخ تو يحكم فيها. لكن في مجرمين قتلة، هذين يجب أن نتفقوا عليهم، مجرمين قتلة تلطخت أيديهم بدماء المسلمين بدماء الليبيين، هذين ما فيش معاهم كلام بالكل، يا المحكمة يا القتل، واحدة من اثنين يتحقق معاهم ويخشوا المحاكم، يا ينقتلوا يا ياخذوا وجوههم نفتكوا منهم. أما الباقي لازم ترجع البلاد، ولازم ترجع لثورة فبراير، ولازم ترجع للحقوق. ثورة فبراير ما دارهاش واحد بعينها، ثورة فبراير دارها الشعب. انظلم، كيف هالظليمة اللي تو قاعدين فيها انتوا؟ انظلم شعب، انظلم ومورس عليه الاستبداد والطغيان والجبروت والقتل والخراب والدمار وسرقة أمواله، وأصبح حتى سمعته في العالم شينا. فطلع الشعب وأبناء قتلوا في السجون وشردوا الناس فطلع الشعب وقام بثورة فبراير. المجرمين، بقايا المجرمين الأولين والمستبدين والانتهازيين والمرتزقة، استغلوا هني وقالوا لا ناخذوها نحن، بدل ما ياخذوها هذي ما نحكموا نحن، دي كان حاكم معمر ما نحكموش نحن. وبدوا يشوشوا على ثورتنا وبدوا كذا ويتهموا فينا. نين وصلت؟ نين وصلتوا لعند المرحلة هذه؟ وما زال تو تشوفوا واحد أخها من شحات حتى هو مش بعيد من هالحالة هذه. أعطوا لي هاي. السلام عليكم. وجه كلمة للمسؤولين في بلدية شحات. حق العمل موضوع ما فيها، عندي ولدي حرارة 40-38، ما فيش حل. جيت للعيادة اللي 24 ساعة دارين اجتماع الفترة الأولى عليها وقالينا 24 ساعة، جيت لقيتها لا حياة لما تنادي تبين نرد ونوثقوكم بالصوت والصورة، ما عندكمش مشكلة. كلامي موجه مدير الأمن، موجه المدير الأمن، والله 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 ما نحس فيها واحد، وخالق الراس قاطعة ومن من 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 ما نحس فيها راجل. موجه المدير الأمن، موجه لأعضاء البلدية كلهم، جميع أعضاء البلدية، بحسين بدرويش عميد البلدية، بدريس مجيد، بأي واحد في البلدية، قطاع الصحة بالكامل، قطاع الصحة بالكامل، بلبان بالحبل اللي هو اللي غيره، لعند أنت المواطن البسيط اللي كيف حالتي؟ بالله عليك وين يجري؟ توا وين نبي نجري؟ تي والله العظيم علي طلاق من بيتي قاعد نبرم بيه، ما نعرف وين نجري بيه العيل. ما عنديش وين نجري، وين؟ عيادة خاصة ما فيش؟ دكاترة مسك ما فيش؟ ما فهمش؟ وصلونا الحل. وصلونا الحل، يعني لعند أنت سرق على روسنا، لعند أنت. بالله عليكم والله كلامكم هذا ما يجي. ومسؤول على كلامي، والله مسؤول على كلامي، ما نحس فيها راجل. اللي بيقول لي كذاب تو نمشي ناخذ المستشفى تو، هذا لا دكتور. حتى ممرض والله ما فيه، اقسم بالله ما فيه. شفتوا هذه الحالة وطلقين بالعياط. وقفنا من الشيء هذا، كلمنا درنا ما فيش فايدة، لكن السيف كل أجواه. وصلت حد هالدنيا، وهذا الرجل هو يعيط من جدة ما عارف وين يعالج ولده ولا كذا. وهذا هو العسكر، نظام العسكر يسلب حقك ويذلك، هن اثنين. والمجرمين والمنتهزين هذي ما هو كذا والسراقين، هذا سوقهم وهذا وقتهم. شوف بالله عليك كيف الناس طالقة بالعياط لما الناس عيطت في البداية
وقالت يا جماعة رد بالكم راهو عسكر راهو يودروا عليكم راهو كذا راهو كذا، ما صدقتوش انتو ومشيتوا في طغيانكم في ضلالكم وسببتوا في قتل الألاف والخراب والدمار وضيعتوا سنين من عمر البلاد اللي كانت بتنهض. لكن توا وصل فيكم، وصل في اللحم الحي زي ما يقولوا، طلقتوا بالعياط. الرأي اللي نقوله كم واضح، القتلة والمجرمين هذا ما عندناش معاهم دواء. القيادات السفهاء اللي قادوا المشهد هذي ما وحدهم، الشعب اللي هو مغلوب على أمره وطايح على راسه ومضحك عليه، لا هذا فيها وما فيها، ونقدر نحكي ونقدر نسهر فيها. جنة بلادنا ما هوش هينة علينا، راه والله ما هينة علينا، ولا نسيبوها للمجرمين القتلة هذي، والله ما نسيبوها بإذن الله تعالى. بس شدوا عزم كمتوا شوية بس، وربي ما يكون إلا خير إن شاء الله. توا نبون نوروكم واحد، بس ركزوا معايا، واحد من التربية بتاع معمر، تربية معمر، شوفوه كيف كان يربي في الناس وكيف كان الناس تعشقه وشنو يقول على معمر. هاي قائد دير ماشي مروسي، قائد الثورة، قائد العظيم كبرياء الأمة العربية، قائد دعنا نكتب وحدويا ابن الخليج الأحمر، من قال سيتحول خليج سرد إلى خليج أحمر عند اللزوم، ومن قال أمريكا أمة من المرتزقة، تاريخ شداد الأنفاق يمتد إلى 200 سنة فقط. هذا الرجل يجب عبادته أيتها الجماهير، لا حديث أو القائد بيت المقتل مش شمت أن يقعد فيه ترى السم يولي عليه. لهذا بالنسبة لنا احنا العظيم كبرياء الأمة العربية، قائد دعنا نكتب وحدويا ابن الخليج الأحمر، من قال سيتحول خليج سرد إلى خليج أحمر عند اللزوم، ومن قال أمريكا أمة من المرتزقة، تاريخ شداد الأنفاق يمتد إلى 200 سنة فقط. هذا الرجل يجب عبادته أيتها الجماهير، لا حديث أو القائد بيت المقتل سنة فقط. هذا الرجل يجب عبادته أيتها الجماهير، لا حديث أو القائد بيت المقتل سنة فقط. ديروا معجم الروس لقائد الثورة. هذا جيل بناه معمر واللي عاديه دمر، ريته هذا هو الجيل اللي بناه معمر، ريته النماذج. هذا الرجل يحكي على معمر يقول هذا الرجل يجب ان يعبد والعياذ بالله، وفعلا هم عبدوه. هذا الرجل يصير له خشوع ويصير له هيام ويغمى عليه وهو يثني على معمر، خلاص حاله فوق العاده. شفتوا بعيه وكيف كان يحكي على القائد العظيم وكذا، بعيه هذا اللي حطوه لنا وزير تو وزير الاعلام في ثورة فبراير، والله هزلت بصراحة، والله هذا يقعد وزير اعلام في ثورة فبراير انها جريمة كبيرة بصراحة. وريت هذه من النماذج اللي رباهم معمر. لكن تو عندنا حاجة نبوروك من النماذج اللي ربتها ثورة فبراير، واللي أخرجتها ثورة فبراير، واللي أنتجتها ثورة فبراير، واللي أصبحت رمز من رموز ثورة فبراير. تو تشوف الفرق بيننا وبينهم شنو هو. تفضلوا يا شباب. إحنا كل ما كنا نجوا ننصحوا فيها لنا نصيحة نبيها لنا أمهاتنا، إنه ما تقدر بدي ما كان في عائلات يطلعوا، بس نحن رانا عند تو يعني ما بيش نضربوا بالثقيل وما بيش نضربوا بحاجة، نرجو فيها لنا يطلعوا يعني إن شاء الله بإذن الله، يعني عندهم اليومين هذين الثلاث يعني هم يطلعوا. هذه نحن رسالة نوصلوها لهم، نوصلوها بأن بالذات منطقة بوديمة انهم يطلعوا من المكان من المنطقة اللي فيها هم. نحن نبدأ وراءوا منصبة تجي خمسة أو ستة وزراء نبدأ يوم كامل نردموها نعجنوها لبعضها، لكن نحن نبوها لنا وأمهاتنا وأخوتنا يطلعوا. الله يبارك الله. لكن من ما حفتر والله نقسمك بالله عارفينها واحد واحد، عارفين عشان من ومن ومن. هذه فتنة علقها في رقابيل بحفتر، حفتر بعد تنزر هيبلط يطلع، لكن هذوما وين بيريحوا؟ نحن حاجة واحدة، نحن الناس طلعنا يوم ثورة 17 فبراير نقسم لك بالله العظيم لا عندنا نبو مال ولا نبو حاجة، طالعين نبو نموتوا من أجل الحق. الله أكبر. من أجل كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، من أجل ليبيا. الله أكبر عليك يا شيخ. فهمت؟ يعني الحق ومن أجل الله، وبعدين ثم ليبيا خلاص الحق هي الخط المستقيم. الله أكبر الله أكبر. لكن ونموتوا عادي، نحن خلقنا للموت. الله أكبر. لكن حاجة واحدة رسالة، إنهم من قنم يطلعوا
يوثقوا بيننا وبين السياسه الجيش الكذاب جيش نظام الصفق. اي جيش يا راجل يستخدم في السياح نعرفه بعضنا يا راجل نعرفوه منعنا. انا في منطقتي نعرف من ومن 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 صب مع بطور 17 فبراير ومن صب ضد ضدهم تو يحارب فينا. لكن كما تدين تدان صح والبادي اظلم. الله اكبر يا شيخ. الله اكبر. بارك الله فيك. رحمة الله عليك والبادي أظلم. رحمة الله عليك. رحمة الله عليك. شفتوا النماذج اللي أنتجتها ثورة فبراير؟ شفتوا النماذج اللي كستها ثورة فبراير وكسوا هم ثورة فبراير بالشهامة وبالرجولة وبالحياء وبالكرم. شفتوا بالله كيف يقول هلنا نبو هلنا يطلعوا معنا هل هم يدقوا فيهم بالصواريخ يدقوا فيهم بالجراد والصحوات اللي طالعين من وسط هلهم يقتلوا فيهم ويخشوا على بيوتهم وعلى أرزاقهم. ومازال يقول هلنا لو كان يطلعوا هلنا نحن ما نبوش نضربوا قلب الثقيل ما نبوش نقتلوا. ريتوا الأخلاق. شفتوا الفرق بين جيل فبراير وجيل معمر اللي توا جايبين واحد منهم حاطيننا وزير في ثورة فبراير اللي راهو المسافة بعيدة بيننا وبينهم. راهو صدقوني والله ما هي مبالغة راهو المسافة كبيرة بالكل بين الجيل بتاع معمر وجيل ثورة فبراير. نفوس نفوس راقية جدا أبية حرة عزيزة كريمة محبة لوطنها ولأهلها مخلصة مش جيل منافق جيل مدمر نفسيا مذهوبة شيرته جيل سراقة جيل خونة غدارين. شفتوهم انتو شفتو الفيديوهات بتاعهم شفتو اللي توا جبنا الكم اللي يقول يرمى بالرصاص يرمى بالرصاص كل من ظهر ضد الكرامة وتوا قاعد يتغوث قاعد يتغوث توا. حتى حوشي حتى حوشي طلعتوني منه حتى امي مش عارف وين حطيتوها. وانت اللي درتها شوية يا سيد علي العمروني انت عطيت حكم قضائي وقلت اللي بيحاسبني تعال يجي يحاسبني وانا انت حاسب بيها امام رب العالمين. انت تجرأت قلت يرمى بالرصاص وهذا امر مني. انت ما زال انت ما شفت شيء والله ما زال يذلك رب العالمين ما لم تتغمدك رحمة ربي بتوبة ولا حاجة الله اعلم. لكن على الحالة هذه والله يذلك الله سبحانه وتعالى اذلال ما بعد اذلال. شفتوا برضو الجيل اللي بناه معمر واحد منهم تو تستغربوا اللي توا قاعد يوزع في الوطنية ويوزع انه يحارب الارهاب ويبي يقسم الثروات ويبي يدير. خلونا نشوفوا مع بعضنا. حفتر ولدت له ابنه في سنة 94 وانتقلت عائلته للإقامة في القاهرة سنة 95. القذافي اشترى لهم بيت وراتب 15,000 دولار شهريا. المصادر أصارت إلى أن أيضا نشر أشياء مسربة إلى أن القذافي وصف حفتر بالصديق والرفيق المقرب منه. نعم. نقلت عن أحد أبناء حفتر قوله أن حفتر كان يقول لأبنائي لقد تركت لكم من هو خير مني ومن أهلكم وهو معمر القذافي. هذا التسجيل موجود. نعم. حفتر اعترف في مقابلة مع قناة النبأ الليبية اللي قامت بعد الثورة في حوار أجرته معها في 2013 أن القذافي منح عائلته فيلا في القاهرة وأن القذافي زار عائلة حفتر في عام 2005. يعني القذافي قدم لك فيلا عن طريق حسني مبارك في القاهرة هذا صحيح أيضا؟ هو لم يقدمها لي يعني عشان سواد عيوني. هو قدمها على أساس كنصب فخ حتى اقع في هذا الفخ. لم تستلم هذه الفيلا الى الان؟ نعم. لم تستلم هذه الفيلا الى لا الان؟ لا لا اهلي يعني اسرتي بقت في هذه الفيلا وعندي ابناء يقروا في الجامعات. انا كانوا موجودين في شقه يعني تحول الى مصر كان في شقه معينه ولكن واحد من ابنائي يبدو عليه ان اتصل به احد اعوان القذافي وقال له والله يمكن كان نشوف لكم بيت اوسع اذا كانتم متضايقين ولا غيره. قال والله يكون احسن.
فشافوا لهم هذا البيت وهو مش فيلا يعني تستحق الذكر يعني، ولكن هو لأن ولكن عقار لكن أيوة معلش هم سألوني قلت لهم أقبلوها وأبقوا فيها استمروا في دراستكم، ولكن أعرفوا أنها هي عبارة عن فخ، عبارة عن مصيدة، عبارة عن تراب بالنسبة لي. أقبلوها قال لهم لكن ما عرفوها، كملوا دراستكم فيها وبحثوا فيها وخذوا 15,000 دولار. لكن أفطنوا فاطن هو الرجل بصراحة واعي الأمور، قال لهم أفطنوا راو فخ خبر يدوخ، كيف أنت واخذ منا فيلا و 15,000 دولار شهريا وتقول إنه هو فخ؟ ما عاد فهمنا إحنا حتى الفخ، ما عاد فهمنا شنو هو الفخ، زعما الفخ الأولي هذاك بتاع الطيور اللي نعرفوه ولا فخ جديد؟ ولا يبدو إنه فخ جديد هذا. المهم هذا هو القائد الملهم متاعكم يا أهلنا في الشرق، وهذا هو اللي بيجيب لكم حقكم وبيجيب لكم نصيبكم وثروتكم اللي مطردشة وعزتكم وكرامتكم، ويبعد عنكم الإرهاب والدواعش وكذا، وثائر في وجه معمر برضو. لكن رجل طلع عنا معمر يخدم هو إياه ومعطيه فيلا و15,000 دولار، والآلاف اللي ضاعوا في تشاد وقتلهم وسبب المزرة متاعهم، لا هذا ما يفرج الله. يعني بصراحة غريبة غريبة جدا يعني تصرفات. هذا هو الجيل اللي بناه معمر، شفتوا اللي هاي من بدري هذا دايخ، وشفتوا هذا اللي طايح على راسه اللي واخذ 15,000 دولار من معمر وفيلا ويعتبر فيها فخ، وشفتوا بعيو حتى هو هذا من الجيل اللي بناه معمر، وشفتوا العمروني حتى هو على نفس القصة. العمروني أصلا العلفة، ما العلفة هني من أيام معمر، نفس القصة حتى هو نفس التربية ونفس المنهج. أراد الله سبحانه وتعالى أن يفضح هؤلاء ويذلهم في الدنيا قبل الآخرة. بصراحة نقولها الكم أنا بصراحة أنضحك عليكم ضحكة كبيرة بالكل يا أهلنا، نقولكم فيها من زمان ومش مصدقيننا، وهو توا قالها العمروني بروحها، قال بصراحة لنقالنا كلنا مضحك، الحمد لله قلتوها أنتم بروحكم، قال لنقالنا مضحك، وفعلا لنقالكم مضحك ومازال أخا ينضحك عليكم نين تعرف والله واحد. توا فيه هيك نحاول نغيركم زي ما تقول الجو، غميناها لكم شوية، لكن واحد من الشعراء هكي عنده شعر نوعا ما في حكمة وكذا، خلونا نسمعوه مع بعضنا. هاي عطينا مصب اليوم كبير ودير هاتيك واجدة رسمية وهو هبل ما يصلح يكون غفير، بالك اللي يخبر ولاد بيتي كيف صار في التعليم وكيف صار في اللي ما لحقها نظيم وكيف صار في اللي صعدوه غشيم مليط مديرس واجدة وهمية وسرك تابتنا وضبات نظيم مبلط رصيدة شورها المصرية كيف صار في الرقابة وكيف صار في اللي شكلوا نقابة وكيف صار في اللي ليطوه انصابة مشروع وادي البيض وش حيشية مشروع ضخم ما خلّى وغير عقابة ناري على السكان والرعوية كيف صار في تجورة وكيف صار في لعبة عقاب الكورة وكيف صار في اللي سعدوب الشورة وكيف صار في اللي ما قضوا مقضية وكيف صار في زعلة عرب كركورة مشروع ملح مناضت عليهم موية كيف صار في الضمان وكيف صار في مليون راح سنين كيف صار في اللي خربوا الاسكان وكيف صار في وصفاتنا الفنية راح انا معاه مشروع وهم يبين مسمينا بس من نمور الحية كيف صار في النبريت وكيف صار في تعييد الابلاك وكيف صار في توزيع القريشات ملايين عدا في جيوب ضحية ما من اللي ميت ومسع مات بعد ما كلوا حقها بعين قوية كيف صار في السرسارة وكيف صار في أمانة التجارة وكيف صار في اللي خربوا الإدارة جالهم 3 5 في برقية رقم حساب التائبون ما من اللي جايب منها شكارة مثيل من يزمق ويديه في الصونية نيادي من موليد يا عقاب الدارة تسك عقدة من سرقتها والسيئة كيف صار في الأوقاف وكيف صار في اللي ليطوا العليات وكيف صار في اللي طبقوا من ديف التقرير من الشرطة الزراعية على البترة بتقطيع بترة خلاف جميع من سراج جامع مع جمعية كيف صار في الخزيانة كيف صار في ريحة عرب دريانة كيف صار في اللي ودروا لأمينة وكيف صار في ضيعة المسؤولية وكيف صار في اللي بلطوه مكانها بعد كان متسيطر عليه كرصية كيف صار لك يا سندي بعد غيبتك ياني قعدت وحدي يا مجرين أنا انطحس عادي على شيك عيني جاي من المالية نجي وراه طول حدي شهد رزهني جن 200 جني 100
كان صاحب هلال اللي منتهي تم مواخ خيال لطا سيارة ولنا قالوا له فرد من شدة الكبينية وله غني من قبل له ماشي يفصل ما تمسك عليه خطية. أظن الكلام واضح وما يستحقش تعليق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر ثورتنا ويبارك في وطننا ويبارك في أهلنا. نلتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة في عنوان جديد من برنامجكم إشراقة وطن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.